موصلة، ودي يعني حاجة بالنسبة لنا حاجة كبيرة. إن شاء الله الاتحاد المصري والسلطات بتاعت الفلوس تقدر إن إحنا نبني على الموضوع ده شوية. لما يرجع الدوري اللعب والكاس نقدر إن إحنا ندخل الجمهور واحدة واحدة. أعتقد الجمهور أنا عجبوني أوي إن هما اتعلموا إن هما إحنا عايزين نرجع الثقة ما بين الجمهور والشرطة إن إحنا مش هنعمل مشاكل، علشان إن شاء الله الفترة الجاية الدوري الاتحادات تدخل الجمهور، ودي حاجة مهمة أوي بالنسبة لنا. يعني زي ما أنا بقول على طول الجمهور بيفكر بشكل عاطفي أكتر من أي حاجة. الجمهور السنة اللي فاتت لما كان معانا المحترفين بطولة أفريقيا أول ثلاث ماتشات برضه كانوا بيقولوا إن هم مستواهم مش على قد الحدث. طبيعي جدا الناس ما بقالهاش غير 10 أيام كده بيتمرنوا معانا، لسه مفيش انسجام خالص ما بين اللعيبة وبعضها وهم وبينهم وبين بعض وهم وإحنا. فده برضه بيعمل جروب كبير قوي للفرقة. يعني احنا كان نفسنا دايما احسن من كده. كان في غلطات كتير احنا غلطناها بسبب الفروقات كانت واضحة، بس احنا ان شاء الله نقدر ان احنا الفترة اللي جاية او السنين اللي جاية نقربها كمان، علشان نقدر ننافس الناس ديت مش بس كنادي الزمالك، لا كمان كمنتخب مصر وكان باسكت بول في مصر. يعني انا طبعا الحمد لله على المكسب والخسارة. شفت المباراة احنا كلاعيبه اول مره نشارك في حدث زي ده في كاس عالم، بنلعب فرق قويه جدا، فرق اسبانيا فرق امريكا كلهم ابطال، يعني بطل بنلعب بطل اسبانيا وبطل امريكا، هو مش بطل الان بي اي بس بطل الجي ليج، ده الدوري تحت الان بي اي على طول. بالنسبه لنا طبعا كانت تجربه قويه وتجربه جديده. انا شايف بالنسبه للعيبه المصريين بالذات عملنا اللي علينا، المطرفين جم متاخر شويه ما لحقوش يتصابوا مع الفرقه، طموحاتنا زادت عشان خاطر الماتش في ارضنا ومع جمهورنا، ده اللي كان مزود طموحنا. بس طبعا الفرق كبير ما بين المدرستين، وبالذات احنا اول مره نلعب، لو كنت احتاجك قبل كده مع اللعيبه دي او مع الفرقه دي كان ممكن الموضوع يكون احسن. ان شاء الله نقدر نحقق الدوري ونروح افريقيا ونكسبها عشان نقدر نكون موجودين في كاس العالم تاني باذن الله، والفتره الجايه تكون احسن والتجربه الجايه تكون افضل.